هلو جايز، اليوم عيد ميلاد جورج. اليوم بيصير عمره سنتين. راح نورجيكم هيك عشاء بسيط عملناه في البيت وكيف حبينا نسليه بعيد ميلاده. هاي جورجي، هاو اولد ار يو توداي؟ 2. ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب للقناه دانا ابو خضر وتكتبوا لنا دائما التعليقات. نحطكم اليوم. انا دائما بفتره العيد بحب اعمل التركي، مع انه على فكره مش كثير الناس بتحبه عندنا بالعيله، بس بحب منظره على السفره. وعملت كمان رياش، بدي اورجيكم البورد الجديد انا مكيفه عليه، بحط فيه كل الاحداث والتواريخ وشو لازم اعمل. طبعا انا لحالي بفهم على هذا البورد. التركي تقريبا صار جاهز، رح اورجيكم اكيد الشكل النهائي. انا بنقعه قبل بيوم بعمليه اسمها البراين، طبعا هاي مش طلب مني، من الشفات وديما حجاوي تحديدا دلتني عليها. بنقعه مجموعه من الاعشاب وقشر البردقان. ثاني يوم بعمل له تغليفه العسل والبهارات، رح اورجيكم شو النتيجه النهائيه. هاي الحركه بنعملها كل شوي عشان نشرب التركي، لانه هو من اللحوم الكبيره فبتكون شوي ناشفه، فمن المي بالسرنج منشرب ونرجع ونرجعها على الرضا. هذا بيجي من التراديشنز تبع التركي، جرين بين كاسرول، وهاي ماشت بوتيتو مع ماشروم. اهلا وسهلا، تفضل. هون بننقل التركي. غدا يا بدنا مساعدتك. يلا